بص بقى، فضلا ولست امرا كده، انا عايزه الفيديو ده يوصل 5000 لايك. بجد تعبت فيه جدا جدا، ومستنيه تقديركم ليا في الفيديو دوت. بجد لايك حلو كده، لايك جميل من ايديكم الحلوه دي، ربنا يخليكم لينا، تفضلوا دايما في حياتنا منورنا. وعايزين نوصل 5000 لايك، يلا على الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. صلوا على النبي، نكسب الصلاه على النبي. تحدي محشي 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 مع الزبانة عشان ناكله النهاردة. اه والله طلع عينينا صحيح. معنى كلمة عيني طلع عيني، طلع عيني يعني. بصوا بقى، انا عايزة لايك كبير، لايك جميل، لايك حلو على الترابيزة الحلوة دي. انا ماليش جعل، انا عايزة لايكات. هي رصها اه، بس انا هكسبها ان شاء الله. ماشي، انا عايزة لايكات، لايكات كتير كتير كتير. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا معانا انواع المحشي، طبعا معانا الفرختين العملاقين دولت الكبار الحلوين دولت مدملكين كده، ومعانا البيبسي ومعانا العصير اهو، بيبسي عصير. وهنشوف بقى، وهنشوف مين هيطلع له الثواني ومين هيطلع له الدقايق ولا هتاكل تدفع. بصي طبعا انا هختار وانت تاكلي وانت تختاري وانا اكل. يعني ايه؟ اصل انا حظي وحش. لا يا حبيبي. عبيط انا. احنا هنقول لكم بقى صباع اي صباع محشي ب50. شغال كده، شغال ب100 بقى عشان ندفعك. لا 50 حلو عشان اعرف اديله الفلوس. انا اركن كده العصير عشان مش وقته خالص. نشوف شويه ميه ماشي. بسم الله. انا هخلي كل اي حاجه ب50، وفلفل الالوان ب100 عشان كبير، اللي عايز ياكله بقى ياكله ب100 جنيه، وحته الفرخه ب100. الحته دي عباره عن ايه؟ ورك وحته صدر، مش اللي هو دبوس وجنح. ورك وحته صدر وهي تاكل، لو انا هاكل الفرخه كلها. الحته ب 100 ماشي؟ بصوا احنا قللنا الوقت المره دي عشان الفيديو بتاع الدقيقه ده بيبقى طويل شويه. خلينا من 10 ثواني لدقيقه. لدقيقه اقصى حاجه دقيقه. طب الورقه اللي فيها فراخ مدفوف، نعمل كيلو باميه. يا ستي بلا كيلو باميه ولا كيلو طعميه، اعملي. كيلو باميه. انا اللي هبدا، لا يبدا انت الاول. طب اهو عشان انا ايه، هنقعد نهاتي مين يبدا ومين ما يبدا. هناخد ايه ده؟ حظي حلو. يا نهار اسود، دقيقة. يا ريتني كنت اخترت انا. الترابيزة دي عايزة لايك كبير، ماشي؟ حطي لي لايك والله العظيم، على قد التعب اللي انا تعبته فيها انا عايزة لايكات. التعب في العمايل والتعب في الرص، قعدت ترص فيها كتير بصراحة. هو قاعد يبص يتفرج عليا. اه بالظبط كده. هات انا بعد اذنك اعمله لك. اتفضلي. يلا ابدا. لا استني استني بس. ايه ده انا بدات والله. بدات ايه؟ طب ما اعملي ستوب ورجع، ايه المشكله؟ طب ليه طيب؟ هو انا قلت لك ابداي؟ طب يلا عشان انت هتختار ايه؟ هو كل ده وكله محشي. بسم الله. فلانة نصابة، أنا برضو اللي نصابة. يا عالم يا ناس. أنا جعانة أوي والله، جعانة عايزة أكل. طب عدي. أعد إيه؟ محشي برد يا خسارة، مولع وجميل جميل كده. انت كلت كام؟ كل بتنجان على فكرة. الله كلت خلاص البتنجان، هنخليه ب75 ب75 عشان هو مش هياكل بتنجان، هي كل بتاع من ده بس ب75 البتنجان. ما تبصش. وليمون بقى عامل لكم حركات. طيب نخرب بيت كده، ده كان طبق محشي لوحده. ماشي. 10 و2. 10 و2، اللهم صل على النبي. 10 و2، انا رحت في داهيه كده. قلنا البتنجان بكام؟ 2 جنيه ونص. ايوه هو ده. خش. و10 من ابو 50. يا رب يا فريله يا رب. الحاجة الساقعة الواحدة ب 150، أي حاجة ده أو ده 150 جنيه. أنا أختي. أنا سوحة. ماشي ماشي يلا يا سلمى. أنا بيضة عليا. 20 ثانية. خلاص يا سلمى. 20. أهو. لا إله إلا الله. يا حظي الحلو يا اخواتي.
يلا ابدا. انت ايه؟ ثواني ثانيه، انا ما بداتش. ارجع. هو انا بقول لك هبدا رحت هو قال لي يلا ابدا ورحت انا واخده. انا ماليش دعوه. خلاص هبدا من جديد اهو. لا مستني بس. ثلاثه خدت ثلاثه. لا مش هتحسب. لا لا يا احمد ما تستهبلش عليا. يلا شغل. انا مين انت قلت لي بدات؟ بدات. واحد اثنين اربعه في خمسه اثنين ثلاثه أربعة خمس ست سبعة ثمانية تسعة عشرة. اللي أنا أكلته في دقيقة أكلته في 20 ثانية. لا مش هتحسب. بيستهبل وقت أحمد كده. 10. أنت بتكملي أكل ولا؟ أحمد كده بيستهبل والله. انا اكلت ثلاثة وهو بيقول انا بدات. انا مالي؟ ايوه بره الوقت بره الوقت. طب ما هيتحسبوا ازاي؟ طب انا مالي؟ ما انت قلت لي انا بدات. صلى على النبي. قلت انا اكلت. صلى على النبي صلى على النبي. بطلي ان شاء الله. اكلت كام بقى دلوقتي؟ 10 والله حسبت لك 10. اللي انا اكلته في دقيقه هي اكلته في. انا حظي النهارده حلو 40 ثانيه. الليمونه نار. طب يلا بس كده عشان انا عاوز استفتح الفراخ. كام 40. 40 الفراخ خطيرة. انت قلتي دبوس صح؟ لا الورك على بعضه؟ الورك. لا والله والله يعني الحتة دي كده من دبوس. طب انت بدأت ولا ايه؟ هبدأ اهو. طب يلا. طعمها حلو الفراخ. الفراخ لذيذة والمحشي يخرب بيت كده نار. عدي لنفسك ما انت ما شاء الله زي البتاع بياكل وبيعد في نفس الوقت. والله العظيم المحشي المحشي خطير خطير خطير. بس انا مش هاكل بقى. لو ما كملهاش هيخسر. مش هكمل. الحمد لله يا رب. دور ده علي. ده شكلك يا فريال ام ادعي لك النهارده. ام ادعي لك يا فريال. انا رح اخد بقى بسرعه. استنى اما اكتب ال ايه 30 تكتب ايه؟ المحشي والبتنجان. وانت ايه نسيت انك اكلت محشي وبتنجان ولا ايه؟ خلاص كلت كام واحد؟ اربعة من صوابع واربعة وواحدة من دي 75 زائد اربعة بكام؟ ب 200. ايه ده كتبتهم لك؟ انت شايفاني بكتبهم لك؟ لا والله ما اشوف. انا طلع لي 30. يلا اعمل لي ال 30. فين المحشي؟ بدأت. يا سلام. مش انت اللي قلت 75. خد دبوس هيعجبك جميل. نفسي بس ما بتعرفش تشتري. ده واحد اثنين ثلاثة. أربعة. ستة بس. ستة بس. خدتي صباع محشي زائد ستة. سبعة. ستة بس. وربنا هم مش احنا وحياة ربنا هم اللي بيفرجوا بقهم. واكلة سبعة قال لي ستة بس وما فضلت تطلع 13 واحد. هات منديل. قوم تبقى منسحب. ده يعد لنفسه هو بالايه ويعني وانا يعد لي 10. انا واكله 15. انا النهارده حظي حلو يا جماعه. مش قريت عليا؟ 60. انا هنخش بقى على المحشي الكوره. بس يا حلوين يا اللي جوه. يلا. يلا يا اخوي. تمام ان شاء الله. دقيقة. فوق مش تحت. يا ابني الايه؟ بس ادي لي بقى بالاتنينات عشان اكل بالاتنين. هو طالع معايا اخويا طالع له دقايق كلها عمال ينق عليا انا. ستة ثمانية عشرة اتناشر
ما شاء الله. ما هو بياكل بالاثنين. ما شاء الله 14 غير البتنجان. انا سبتك الصدايه في ايه، وكمان واحد بتنجان. يا فرحه امي بك يا فرياله. خشي بقى. انا اكلت قد ايه؟ ها؟ 12 كرنب. طب قولي والله 12. كلت كام؟ 18. طب ما تخليهم 20. ما هو 12. ما اقول الباطل عشان تاخد الحق. 14 ها؟ 14؟ اه فاكر. اه قال 18. ده بقى نصاب قوي النهارده. 700 وكم كم 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 بتنجان؟ 3. ده هو يخرب بيت امي العيش ده، شكله هياخد الفلوس. انا اللي عليا الدور. اتفضلي ان شاء الله. ثانيه واحده انكسح وضربك. خرب بيت ام ال 30 الصدى دي، هو فيه بالظبط. مش هلحق اكل حته فرخ. لا تلحقي كلي بس. يلا اتنين كده. ثلاثة. ستة. كله تاكله. طب برد شويه. سبع. حته الفلفل ما حسبتهاش والله. ده سيبها كمان. بس كفايه كفايه عشان ما تزوريش. بس 10؟ ب 500 يا ستي. مش الجناح بيتحسب حته؟ لا طبعا. لا اصل انا هاكل جناح، انا هاكل جناح. حتى لو جناح مش جوه البتاع. 20 ثانية قرت عليا. اظبط يلا على طول. انت ما شاء الله ده زي القشاش. انا كنت قاعد حتة الفلفل استحرمت والله. والله رجعت العظيم. فيها. وهو ما كانش واخد باله اصلا لما انا عديتها. ناخد الجناح يا جماعة. بدأت. الجناح مش بحتة، مش هتحسب بحاجة. انا قلت لك قبل ما تاكله. نعمل اي حاجه بقى. الجنحة مش ايه. 50 ثانية اخيرا. 50 ثانية. انا اللي فات 150. ايه اللي فات 150 صباع بتنجان. ماشي اهو. خد بقى التليفون عندك. لا ولا استنى اكله مع العدس. يلا ويلا. استنى استنى. لا استنى وقف. مش يلا ورق رق رق. يلا وانا لما اجي يلا ما تمدص. لا 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 الله طعم. هات لي بقى كام صباع. هات لي كوسايه. الكوسايه ب 75 جنيه زي البتنجان. انت بتسعر وانت بتاكلي. اه ايوه علشان هو بيضحك عليا. هي ب 75 جنيه الكوسايه. هو اجيب لك واحده؟ لا دي ب 50 دي صغيره. يلا 1 2 3 بدأ. واحد بتنجان كلته من التاني. كلتيه امتى؟ ده لسه بادئ. لا والله انت لما قلت لي يلا في الاول وبعدين فصلنا عشان. طب ماشي انا بادئ لسه بادئ. لا والله ما تخميش. لا مش هتقدر تعقلني التعبيره كلها وانا لسه بادئ. لا 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 اتنين بتنجان واحد كوسه ماليش دعوه. ماليش دعوه انا الكلام ده. انا هدي اللي انا عاوزه. وعايز يحرق دمي ولا مش هتكسب لو ايه حصل؟ مش عارف اكل فراخ. لا كلي عشان نفسك ما تستهلش. كلي. عمالين ناكل والترابيزة بتنقص. فراخ جميلة والله قوي. كل تسلم ايدك على شوية فراخ حلوين قوي. أربعة. بس كفاية. كانت أربع صوابع؟ أربع صوابع كرنب واتنين بتنجان واحد كوب. 10 ثواني. أنا النهاردة ناوي. أنت هتبدأي ولا إيه؟ خدش يا حبيبي. ثانية بقى عشان ايه؟ هنزلكوا بس يا جماعة ثانية واحدة كده. خد راحتك يا بابا. خد راحتك على ايه؟ عشان ايه اقدر اكسب. واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة أربعة
خمسة ستة سبعة. السبع ما تحدش هتحسب. السبع مش هيتحسب، ستة بس. يلا مش هلحق اكل فرخة. ده لازم تاخد 10 دقايق. يلا استني بس اما اكتب اللي انا خدت واخد كام ايه. على فكرة المرة اللي فاتت انا في حاجة خدتها وما كتبتهاش. يلا يا احمد والنبي بالله عليك، انت بقى خدت كام؟ 10. لا دلوقتي لا سبعة. سبعة في 50 350. شوف انا حقاني ازاي؟ ده عمال يكتب ويحسب. يا خرب لك يا فريالة. بسم الله الرحمن الرحيم. 50 ثانية الحمد لله. هو 50 في 5 مرات انت بتشتغليني؟ والله 50 ايه؟ دي جت منين دي؟ طب ما انا طب ما انا طلع لي واحدة. ماشي. انت طلع لك واحدة؟ فاكر. انا نصابه زيك، انت النهارده نصابه حرامي على الاخر. يلا واحد استنى 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 استنى. مفكر كده انك ورك ولا حاجه؟ ورك بكام؟ ورك ب 150 جنيه. ماشي. طب استنى استنى لا إيه؟ اما اما تحط بقك. يلا يلا خدي كملي ده. لا خدي خدي مني تكسفيني. لازم انا اخسرها النهارده. ده رخم قوي النهارده. اسكنها خمها او اي حاجه. نعمل شويه من اللي هي بتعمله. الفراخ دي طعمها جميل قوي. تسلم ايدك. مش فاضيه تردي؟ مش فاضيه. ايه ليه المهم؟ ايه هو ايه؟ هو انا باكل؟ خسرت. الفراخ كبيرة. بسرعة بسرعة. انا كنت ما راح هموت. طب كملي عشان انت نفسك فيها. انا هفتح لك الوقت احسبهولك. كل يوم احسبهولك. كل يوم احسبهولك. كل يوم احسبهولك. تحسبولي؟ حمل وديع. احمد ده حامل وديع. مفيش حاجه تعجبها قوي كده. طيب مش عايزه تخلص. احنا راصين اكل كتير قوي. راصين محشي كتير. وقدامنا في الحته دي اللي ورا الفراخ دي كنا راصينها كلها محشي. عشان كده اللي قدامكم ده ما خلصش. احنا كنا اللي هنا. وغالبا مش هيخلص. كتير. احسب لك يا ست الورك 150. ما تقلقش احسبه لي. ما انت منكسح. ده انا احسبه لك واكتب بتاعي برضه. ما انت منكسح. امال انت مفكر ايه؟ منكسح. ما تغلبش نفس حاجه اهو. والنبي حتى لو كتبت 300 جنيه هو برضه اللي كسبان. فين انت كتبت اصلا فين ده؟ اه والله كاتب لك 150 جنيه اهو. اهو. انت خمس حاجات اهيت وانا خمس حاجات اهو. خلاص يا انت شفت عندك ال 700 وال 200ات وال 2000ات؟ انا عندي علوم ميمتينات و 300 و 500 اهوت. هو خلاص كده احمد كده. اه ناخد بره اللي كانت في دي وخلاص. لا فل. سلمى ما لقيتش حاجه تنادي عليها فبتقول لك انت ندهتي. مش لاقي حاجه تعملها فيا. كنت بتفتح الباب ايه ده لسه خلصوش. راح ادخل لسه خلصوش. بس بفور الباب مش راضي. طب بصي بقول لك ايه، البتنجانه السمراء بكام؟ ده ب 75. انا يمكن رخصت ولا حاجه؟ 50. ماشي 50. طب خلاص اهو. احنا اسفين جدا على التقطيع اللي عملنا قطاعه ده. والله سلمى هتجنن. جيب لي جنيه. يلا ظبطت 40؟ اه. طب استنى. 1 2 3 اللي وراك بكام؟ 150. دي واحد. كل من قدام. لا انا عاوز الجناح. مش هحسبها لك حته. ما تحسبيش انا كده كده كسبان. ايوه ما انت ليك حق. ما ليه حق بقى الراجل. بس انا المره الجايه دي هنكسح ان شاء الله. هنكسح اهو. يا لهوي. المفروض كنا طولناها شويه. لا هو كده حلو.
بص بياكل لما بقلع عشان عارف اللي هو كذبان. انا مش عاوز اكتب حاجه، اكتب الستر، اكتب اللي انا اتكسحت. شكلها العشرة. احنا بطلعناش العشرة ليه؟ وانت مش كاتب عشرة؟ انا طلع لي عشرة. ايه عشرة ايه؟ وانا طلع لي واحدة. والله؟ والله. استنى ما تدصي. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد برطان ولا تفاح؟ خدي بيبس. لا بس تقيلة مش عارفة خلاص. طب يلا واحد اتنين سبعة. استنى استنى. هيجيبوا لنا نقطة والله. يلا واحد اتنين تلاتة. مش هتلحقي مش هتلحقي خلاص خلاص عشان ما تزوريش. مش هتلحقي مش هتلحقي مش هتلحقي مش هتلحقي مش هتلحقي مش هتلحقي خلاص ما لحقتيش. خلصت. لا اشوفها انا بقى. في شوف استغني فيها نصها. الله يخرب بيتك. ده انت عارف في الاخر 10 دقايق ده نسيبها دي. هنعمل دور تاني؟ ولا كده خلاص؟ هنقطع ايه اكتر من كده؟ ده اللي قاعد جوه ايه؟ هنقطع ايه اكتر من كده؟ انت ما كسبتيش حاجه ولا انا كسبت كمان. طب نجمع ولا مش محتاجه اجمع؟ ماشي اجمع يا اخويا اجمع. ماشي ادي 650 وده 2000. اه 2200؟ 2300 كمان. ما تزعليش ولا تزعلي نفسك. لا ده هو ده هيفضل يعني. انا ماليش دعوه بحساباتك دي. انا هحسب انا الوقت. انا عاوز الفرق. عايز كام يا دانون؟ 555 جنيه. وحياة ربنا؟ اه ومش عارفة حاجة. بتكذب عليا ولا بجد؟ لا بجد. لما اديته الفلوس واتبقى له فلوس الناس قالت لي انت احمد اتبقى له فلوس ومش عارفة ايه وفلان نصبة ده خدهم. فاكرين يعني سكت؟ هلا ما خدهم؟ النهارده الفيديو كان نصب في نصب. ضحك عليا في حاجات كتير. المثل بيقول لك ايه؟ من عاشر ال بص انا هطلع اللي معايا اكتساح. اوعى على طول كسبان وعلى طول عمال يضحك عليا. لازم بعد الاكل ده سفن. لا لا بقول لك ما بياكلش. لا لا والنبي شغلي بقى ايه؟ والله ما دولت اللي معايا بجد. انت ليك كام بتقول؟ 555. طب بص هم دولت كام؟ اه 100 200 305 كده يبقى ليك كام؟ 250. 250 صح كده؟ تمام. يبقى ليك بقى ان شاء الله 100 200 300 هم و5 جنيه. يبقى ليك كام انت كده؟ 200 جنيه. 250 جنيه. مية. ان شاء الله هتضم لك قريب. ده ما بتعتقش. انا عد وراها ده. اما بكون بص بس اما بكون مثلا الفلوس احبش اعمل التحدي دي ده ابدا عشان بخسر في فلوس. اما تكون الفلوس قدامها وهي اللي هتاخد وهتعد يعني مثلا لو هي اللي هتاخد مني فتروح جايه عدى ايه ورقتين كده تقعد تعد. قال لي سيبك المستمعين بص بتعد ايه ونرجع نعمل مقلب من تاني. بص ورقتين كده بسرعه 100. اما تكون بتعد نفسها 100 ثلاث ورقات 100 بتعد. بص مفيش ضمير خالص والله. وما بعد ليك انت بقى. فقال لها ايه؟ قال لها انت اخدت حاجه من الفلوس؟ 50 20 حوالي 50 جنيه. قال لها ماشي. فمثلا ايه حظي يبقى حلو مثلا وابقى انا ايه فاكر ايه مثلا اللي كان فيه 100 جنيه صحيحه اللي كان فيه 50 جنيه صحيحه. ده ما بعرفش اتقلد منه في حاجه اصلا. معرفش اقلب منه. فاقول لها كان في 50. لا في مره بقى اللي بقولت عشان الضحك كان في 50 جنيه متطبقه وكنت حاططها في جيبي الصغير فانا بقلع البنطلون فوقعت. فايه فانا فاكرها كنت حاططها في جيبي الصغير صغير خالص بتاع البنطلون الجينز ده. فتاني يوم يا بنتي كان في جيبي 50 جنيه. لا ما طب بص عليها وقعت ولا بتاع. لا ده هي انا لقيت 50 جنيه قدام السرير بس كانت بتاعتي ولقيت بتاعتك منين؟ وقع مني طالما في الشقه يبقى وقع مني. طالما اه طالما في الشقه هتلاقي انا كنت شايلها في حته وناسيها. يا بنتي هو انت لقيتها في حته دي كانت واقعه قدام السرير بنطلون وانا بقلع. لا 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 هي بتاعتي. طب مش كانت متطبقه كده 4 مرات وبتاع كده؟ اه بس لا هي بتاعتي انا فاكره انا كان معايا 50 جنيه بس كانت ضايعه مني مش لاقيها. طب يعني لا اله الا الله ضايعه منك بقى لها سنتين لقيتيها النهارده؟
قدرت قادر بقى نعمل ايه؟ قدرت قادر مين؟ ده لو عم قادر نفسه. كده حبايب قلبي احنا خلصنا. طبعا حطنا لايك حلو. طبعا انا اليومين اللي فاتوا دول والنهارده مروقه. مكتسح. مروقني في متكسح قفل فلوس. في فيديوهات الفلوس ياكل ما شاء الله عشان هو اللي يكسب. لكن تحد عادي يفضل ينقنق ويعمل. لا بس بجد والله العظيم انا ما فضلتش في فيديو اقول والله المحشي مش قاعد اقول كل شويه على المحشي بتاع مسامير. المحشي بتاعها تحفه والفرخه دي عجبتني وانا لسه ما دوتش من دي شويه وادوق منها. هي هي. لا ممكن تكون دي امهات ودي ابهات. ابهات. هدوق من الفرخه الثانيه ديت واقول لكم رايي ان شاء الله. بس اشرب الحاجه الساعه عشان اعرف اهضم عشان اعرف اتعشى. وحطوا لنا قولوا لنا اتعشى ثاني. قول لهم حطوا لنا لايك. لا انا عاوز لايك على قد اللي انا عملته فيها النهارده. انا تعبت. وانا تم تعبي ما مش مشكله. انا مش قادر اتحرك من الاكل. انا بقى مش قادر اتحرك من تحضير الاكل ومن رصه الاكل ومن عمليه الاكل. عماله كل شويه تقول لي هكتسح. يا ما بتقولي ايه؟ ما انا اكتسحت يا اخوي. لا كنت بتقولي كده. انا والله العظيم عملت المحشي. عملت لكم فيديو صحيح على شطاره. حطيت لكم في اول تعليم مسبق. عملت لكم فيديو بكل الاكل الحلو دوت. ولازم يا جدعان كل راجل يساعد مراته. انا مساعدها النهارده مساعده. اه؟ ما تكذبيش. اه؟ مين اللي مخرط الفلفل؟ ده مخرط لي الفلفل والقوطه. طب يعني ساعدتك ولا لا؟ والليمونه مخرطه ورطسه مع المحشي. ساعدتك ولا لا؟ اه ساعدتني. اه بس خلاص. انا بقى عملت السلطه الصلصه بتاع المحشي وحشيت المحشي وسلطه الكرنب وقطعت الكرنب وقطعت الخضره حشيت الفراخ وغسلتها وعملتها. حصل مستخبيه. انت عملت حاجات قد ايه؟ وحشيت الكرنب وحشيت المحشي وحشيت ده كله. عملت فراخ محشيه بالبصل. ده كله. طبعا انت ده كله مفيش. عاوز افتح بقك. لا يا ستي خد دول. طلع من ذمتي. طلع من ذمتك عشان صعبت عليك. صعبت عليك. ده هم ال 250 جنيه دول مش هيلموها النهارده. لا انا هسيبهم. ده انا هاخدهم من البنطلون وانا نايم. لا ما خلاص اتعلمت. حطوا لنا لايك يا حبايب قلبي بقى. دعمونا باللايك. وصلوا الفيديو ده بجد 5000 لايك ان شاء الله. وفين يا جماعه ال 100000؟ فين؟ انا بجد نفسي اشوف ال 100000 دول. احط لكم الدرع ورانا هنا كده قبل ما كرش يكبر اكتر من كده. مش هعرف اعمل لكم فيديوهات تاني. كده احنا بنطلع بفيديوهات تاني. اه والله. هنفضل ندخل نضايق عليكم المكان. لا هو من ناحيه ضايق عليهم المكان ده. انا ما بقتش اعرف انام على السرير بصراحه. اسم الله. والله انا بسيبه له وبطلع بره. نايمني دماغه الشرق ورجله في الغرب. طب احنا ننام فين؟ يلا يلا يا حبايب قلبي حطوا لنا لايك حلو. ايه الجميل؟ يلا سلام عليكم. يلا سلام.